الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسيرة متواصلة، أبناء الشعب البحريني في الداخل يشيعون اليوم شهيدنا البطل السيد محمود السيد محسن إلى مثواه الأخير، وحيث الجماهير الغفيرة التي حضرت إلى توديعه واستنكارا على جريمة قتله والطريقة التي قام بها النظام الخليفي المجرم، حيث وجدنا كيف أسقط الشهيد عن طريق إطلاق الرصاص الشوزن من الخلف، ومن ثم تم اقتياده والتنكيل بجثته، ومن ثم إعدامه في الشارع، وهي طريقة العصابات وهي ليست طريقة نظام يستحق أن يحكم هذا البلد. هذه الجريمة الشنعاء هي تمثل جرائم من ضمن الجرائم المتواصلة التي قام بها النظام المجرم. فسابقا قد قتل الشهيد عبد الهاني عبد العزيز بنفس الطريقة، اقتاده إلى أحد المباني تحت الإنشاء وقام بقتله، وبالتالي هذا يعكس الوجه القبيح لهذا النظام. الأمر الآخر أيضا، نحن هنا في هنا كمعارضة في الخارج نساهم في المسيرة المتواصلة لأبناء الشعب البحريني المطالبة بحقوقه، ومن ضمن ما نقوم به الاحتجاج على السياسة البريطانية المنحازة والمنافقة التي تدعم النظام الخليفي، وحيث وجدنا هذه السياسة قد تغطي النظام الخليفي في المحافل الدولية، وقامت بمنع النشاط الحقوقي المتواصل لأبناء الشعب البحريني عندما أرادوا أن يصدروا بيانا في مجلس حقوق الإنسان يدين النظام الخليفي. فقد وجدنا النظام البريطاني يقف لهذا التحرك الكبير بالمرصاد من أجل أن يفشله. نحن نقف هنا لنسمع الصوت البحريني ونستنكر هذه السياسة الرعناء من قبل الإدارة البريطانية، ونقول لها أن الكيل بمكيالين هي سياسة خاطئة، وأنكم تقفون في الموقف الخطأ. أيضا نواصل مسلسل احتجاجاتنا لكي نعبر عن إرادة الشعب البحريني، وقد وجدنا أن النظام الخليفي في الأسبوع الماضي قد تم إحراجه، وقد تمثل هذا التحرك في الخارج عندما ذهب أبناء الشعب البحريني إلى حلبة السباق في قصر وينزر أو في منطقة وينزر، وقاموا بالاحتجاج والتعبير عن مطالب أبناء الشعب البحريني، وقد منعهم الشرطة البريطانية هناك من أجل أن يوصل إلى حلبة السباق وأن يرفعوا مطالب الشعب البحريني. هذا مثل إحراج كبير للطاغية حمد، وعكس صورة كبيرة إضافة إلى ما قامت به الصحافة هنا في بريطانيا للتغطية على مثل هذه الجرائم. الطاغية حمد أغاضه هذا الأمر، وتمثل في انتقامه الشنيع من أبناء الشعب البحريني عندما أعطى جلازته أمر القتل إلى شهيدنا البطل السيد محمود السيد محسن. الطاغية عندما يتم إحراجه في الخارج يتمثل انتقامه من أبناء الشعب البحريني بأن يسفك مزيدا من الدماء الغالية. الخزي والعار للطاغية حمد، والمجد والخلود إلى شعبنا الكبير إن شاء الله.